مدريد لاباس بخير، كنتمنى تكونوا بصحه جيده وانتم كتفرجوا معنا في هذا الفيديو في حلقه اخرى من حلقات المجله. هذه سبيسيال اديسيون اللي كتجي في رمضان في هذا الشهر المبارك هذا، الله يدخله عليكم ان شاء الله بالمغفره. واللي مازال ما شراش الطوموبيل ديالو الله يرزقه ويشري الطوموبيل ديالو. يلاه يلاه الشين ديال الناس قدامكم. الا مازال ما درتيش ابوني دير ابوني، الا مازال ما درتيش جيم دير جيم، الا بغيتي دير كومونتير خليك حتى تفرج في الفيديو دير كومونتير وكتب ليا فيه الملاحظات ديالك الاستفسارات ديالك الى اخره. راه حنايا كنجاوبوا وراه حنايا كنستفسروا، وراه عندنا يمشان يوتيوب، وراه عندنا باج فيسبوك حتى هي، وراه عندنا حتى واحد القناه على الانستغرام اللي كنبقى نحط فيها الكواليس اللي كتجرى ليا وانا كندير ريفيو اللي كندير لي زاساي ديال الطوموبيلات. فهاد الحلقه غادي ندويو على جوج ديال المواضيع الاساسيه. الموضوع الاول هو كيفاش تحت الكابو ديال لا مرسيدس الكلاس ا ولا واحد الموتور اللي سميتو موتور 1.5 ديال لا دوستر. وهنهضروا عاوتاني على لا فولفو كيفاش ان هاد الشركه هادي حتى هي كتنظم الحمله المقاطعه ديال ديزل. ما تمشيوش بعيد، خليكم معنا. هل تعلمون أن محرك داسيا دوستر ذو 1.5 لتر تسلل تحت غطاء محركات المرسيدس؟ نعم هذا صحيح، حيث أن الفئات A و B و C كلها تتوفر على محركات من نوع رونو. هذه المحركات ذات الفعالية الكبيرة في سيارات البريك وأيضا السيتادين، والتي تكون اقتصادية من حيث التكلفة وأيضا من حيث الاستهلاك. هذا التوجه من طرف مصنعي المرسيدس يمكن أن يفسر على أنه انفتاح من طرف الشركة على الغرون بيبليك أو ما يسمى بالفئات الكبرى من المستهلكين. لكن هذا التوجه لم يقتصر فقط على سيارات المرسيدس، حيث أنه على مستوى أعلى انفتحت الرويز رويز على سوق الاس اي في وأنتجت الكونينان. هذا ما لم يكن متوقعا أبدا من طرف متتبعي عالم السيارات، وبالتالي قد نقول أن سوق السيارات يشهد ديناميكية وزلازل غير مسبوقة، وقد أطلعكم على بعض من أسرارها قريبا. فولفو تقاطع الديزل، هكذا تعنون الشركة إنتاجها للإس 60. هذه الشركة لمن لا يعرفها هي شركة سويدية تمتلك احترام جميع المصنعين العالميين، إذ أنها صاحبة ابتكار حزام الأمان. ولم تقم هذه الشركة بتحفيظ اختراع، نعم كما تسمعون لم تقم بتحفيظ هذا الاختراع لكي يعمم هذا الاختراع على جميع السيارات الأخرى من الفئات الأخرى ومن الشركات الأخرى، وبذلك تقوم هذه الشركة بتأمين جميع المستهلكين كيفما كانت توجهاتهم الاستهلاكية. دائما هذه الشركة ما تكون سباقة بما فيه الصالح العام لزبنائها. الآن هذه الشركة قامت بإنتاج سيارات الاس 60 دون محرك الديزل، وجاء على لسان رئيسها التنفيذي القول أن تطوير محرك البنزين سيضمن الانتقال السلس من نحو المحركات الكهربائية، وبالتالي سيضمن اندماج الشركة مع الهم الدولي في القضاء على التلوث. شفتوا الفيديو، كنتمنى أنكم تكونوا استمتعتوا أو الأساس أنكم استفدتوا. كيفما العادة كان معكم محمد الأمدنسي، ما تنساوش ديروا أبوني. السلام عليكم.